تشك المعارضة السورية المسلحة على أن تفقد مناطق سيطرتها في ريف القنيطرة المتاخمة لمحافظة درعا في الجنوب، بعد أن أبرمت اتفاقا مع الجانب الروسي شبيها باتفاقات سابقة عقدتها المعارضة في مختلف أرجاء سوريا، يعيد قوات النظام إليها بعد طردها من قبل سنوات. اتفاق القنيطرة اشترط عودة جيش النظام السوري إلى المواقع التي كان يسيطر عليها قبل عام 2011، في حين يسمح بمغادرة رافضي التسوية إلى الشمال. الزميلة منى أبو عمارة من غرفة الأخبار تطلعنا على المزيد عن هذا الاتفاق، إليك منى. الاتفاق الذي تم التوصل إليه ينص على وقف فوري ودون شروط لإطلاق النار، على أن تتم تسوية وضع من يود البقاء من المعارضة، وإصدار عفو عام، وعلى عدم الملاحقة الأمنية للضباط والعناصر المنشقين عن قوات النظام، وعدم ملاحقة المدنيين الذي سبق لهم أن كانوا ضمن صفوف المعارضة المسلحة، ومنح مهلة مدتها 6 أشهر للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية. أيضا وردت نقطة حول العفو، وهي ألا يشمل ذلك العفو كل من تم توثيق قيامه بإعدامات ميدانية، وهؤلاء الأشخاص سيخضعون للمحاكمة. لكن لا نعرف مدى جدية النظام في تطبيق هذا البند، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المجازر والعمليات الانتقامية التي جرت في القنيطرة منذ انضمام أهلها للثورة السورية عام 2011. كل ذلك مقابل أن تسلم المعارضة السلاح الثقيل والمتوسط خلال مدة يتفق عليها الجانب الروسي مع الوفد المفاوض عن المعارضة السورية لاحقا. مع نهاية عام 2013 كان الجيش السوري الحر يسيطر على أغلب مساحة القنيطرة وانتزعها من النظام، لكن اليوم تبعا للاتفاقية سيدخل اللواء 90 واللواء 61 التابعان لقوات النظام برفقة الشرطة العسكرية إلى خط وقف إطلاق النار، والمنطقة منزوعة السلاح وفق اتفاقية عام 1974 بين النظام وإسرائيل، ويتم تنسيق الدخول مع الفصائل الموجودة في القطاعين الشمالي والجنوبي من القنيطرة. وكالات الأنباء تحدثت اليوم أيضا عن تصريحات للإعلام حزب الله تفيد بأن اتفاق القنيطرة يشترط عودة الجيش السوري لمواقع كان يسيطر عليها قبل عام 2011، كما قال إن مقاتلي المعارضة هناك وافقوا على القبول بالعودة إلى حكم الدولة أو المغادرة إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة. أود أن أذكر هنا أن أهل القنيطرة تعرضوا للعديد من المذابح خلال سنوات الثورة، لعل أبرزها مذبحة بلدة جديدة الفضل غربي دمشق عام 2013، حيث قتل المئات منهم على يد ميليشيات طائفية. واليوم ها هي القنيطرة على وشك العودة لسلطة النظام كسابقاتها من المحافظات السورية، ومنها درعا والغوطة وحلب. وبالنهاية أترك المشاهدين الآن مع هذه النبذة المختصرة عن القنيطرة. والآن نتحول إلى زميلة دينا طارق التي ستخبرنا أكثر عن عملية التهجير التي مارسها النظام بطريقة ممنهجة منذ بداية الثورة السورية. سبق عملية الإجلاء لاثنتين من المناطق الموالية لدمشق العديد من العمليات المماثلة، لكن معظمها كانت حالات تتعلق بمدن معارضة كان يحاصرها النظام، وتم استخدام الحصار كإحدى وسائل الحرب وخصوصا من قبل النظام. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن إرغام السكان على الرحيل يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. في مايو
أيار 2014 وافق مقاتلو الفصائل المعارضة على مغادرة معقلهم في البلدة القديمة في حمص التي كانت توصف بعاصمة الثورة بعد حصار استمر عامين، وكان هذا الاتفاق الأول من نوعه بين النظام ومقاتلي المعارضة منذ بداية الثورة. في آب أغسطس 2016 غادرت فصائل المعارضة داريا في محافظة دمشق بموجب اتفاق أنهى 4 أعوام من القصف والحصار الذي فرضه النظام على المدينة. في حلب وبعد حصار خانق وقصف مكثف بالبراميل المتفجرة والصواريخ والغارات التي دمرت شرق المدينة، سيطر النظام في ديسمبر 2016 بالكامل على المدينة. في أيار مايو 2017 أبرم النظام اتفاق مصالحة لإحياء برزة والقابون وتشرين. في الغوطة الشرقية بدأ النظام السوري وحليفه روسيا بإبرام اتفاقات إجلاء لإخراج فصائل المعارضة، ووصل حوالي 50,000 شخص إلى إدلب، وأسفر الهجوم على الغوطة الشرقية عن مقتل أكثر من 1,700 مدني. في إبريل من هذا العام استعاد النظام بلدة الضمير في إبريل ويلدا في مايو، فضلا عن بلدات ببلا وبيت سحم ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين. في 15 من تموز يوليو تم إجلاء مئات من المقاتلين والمدنيين من مدينة درعا الجنوبية إلى شمال سوريا. ولتسليط الضوء على هذا الاتفاق ينضم إلينا من اسطنبول المحلل العسكري العميد أحمد رحال. مرحبا بك سيد العميد. إذن البارحة كانت درعا، قبلها حلب وغيرها من المناطق، واليوم القنيطرة. برأيك ما الذي يختلف في هذا الاتفاق عن سابقيه؟ مساء الخير، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. بالتأكيد اليوم القنيطرة تتجرع نفس الكأس التي تجرعته حوران ودرعا ومن قبلها الغوطة الشرقية وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي. هذا الكلام أصبح معروف للجميع أن هناك ظروف سياسية، أن هناك ظروف عسكرية، من أن هناك موقف دولي وخطة يتم العمل عليها، الغاية إعادة تمكين الدولة السورية. وهنا أفرق ما بين نظام الأسد والدولة السورية، وإن كان الهدف واحد أو المبتغى واحد. الخلاف اليوم بالاتفاق هو أمر بسيط فقط لا غير، باعتبار أنها منطقة حدودية مع الكيان الإسرائيلي المحتل، فهناك ترتيبات لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، إن كان بعودة ألوية الحيطة اللواء 90 واللواء 61 كونها تنتشر في المنطقة باء من ضمن الاتفاق، أو عودة عناصر الأمم المتحدة ونقاط المراقبة الدولية التي تتبع اليونيفيل في تلك المنطقة. أما باقي عناصر الاتفاق فلا خلاف عليهم نهائيا، هي نفسها لا تطبقت من قبل في حوران، نفسها لا تطبقها في الغوطة الشرقية وفي كل المناطق التي كانت محاصرة وتم إجلائهم إلى الشمال. ومن يقبل بالتسوية يبقى على أن يسلم السلاح الثقيل والمتوسط. هناك ميزة طبقت في الجنوب فقط، هي بقاء الأسلحة الفردية التي لم تطبق في الغوطة الشرقية وما قبلها وما بعدها من المناطق باستثناء حوران وريف القنيطرة. طيب ماذا تبقى للمعارضة اليوم على الأرض؟ النظام يبدو أنه حسم عسكريا الأمر بشكل شبه كامل اليوم لمصلحته. يعني أنا لا أعتقد أن القوة العسكرية للنظام هي من حسمت الأمر، جميعنا يدرك بأن من يعمل على الأرض حتى في الجنوب هم عبارة عن ميليشيات طائفية إيرانية ومن حزب الله وأبو الفضل عباس، هي من ارتدت زي النظام وقاتلت. جيش الأسد لم يعد موجود، يعني أصبح عبارة عن شتات ويعتاد بالآلاف فقط لا غير. أيضا هناك نقطة غاية في الأهمية، من أن هذا الأمر لا يتم بقوة النظام بل بتخاذل ما كانوا يسموه أصدقاء الشعب السوري، ومن أن هناك كما قلت بداية خطة دولية يتم العمل عليها بإسكات كل الجبهات بإعادة كل الجغرافيا للدولة السورية. أما ما بقي للمعارضة فأنا أعتقد أن الجميع يدرك أن الثورة السورية ليست حراك مسلح ولم تكن لترفع البندقية أو تحملها إلا للدفاع عن أبناء شعبها الذين أوغل نظام الأسد وحلفائه بالقتل. الثورة السورية هي في قلوب السوريين، هي في ضمائرهم، هي في الشهداء، هي في المعتقلين، هي في المنازحين والمهجرين، هي في الحقوق.
أن كل الفصائل عندما تستسلم تتوجه شمالا إلى إدلب. أيضا تزامن الاتفاق الجديد مع اتفاق حول البلدتين الشيعيتين كفرية والفوعة. كل المعارضة تنسحب تتجه إلى إدلب. باتت إدلب تقريبا وكأنها كانتونا يجمع كل الفصائل المعارضة سواء المعتدلة أو أيضا الفصائل المتطرفة. ألم تصبح إدلب بذلك ربما وجهة يعني المستقبلية للنظام لعملية عسكرية للنظام في المرحلة المقبلة؟ يعني هذا الكلام صحيح من أن كل المناطق التي تم إخلاؤها أو تم التسوية فيها من رفض الاتفاق تم إخلاؤه إلى إدلب بعملية تهجير ديموغرافي، عملية تهجير طائفي مقيته بدأت في القصير وانتقلت إلى القلمون الغربي، وبدأت السلسلة فيما بعد من الغوطة الشرقية مرورا بالقلمون الشرقي وريف دمشق الجنوبي وصولا إلى درعا وصولا إلى القنيطرة. اليوم عملية تحويل مدينة إدلب إلى تورا بورا أفغانستان أعتقد أنها غاية في الخطورة. اليوم لدينا حوالي 3.5 مليون مواطن سوري في إدلب وريفها والمناطق المحيطة بها سواء كان ريف الساحل أو ريف حلب الغربي. أيضا لدينا اليوم إضافة إلى 100,000 مقاتل متواجدين في إدلب ما يزيد عن 50,000 مقاتل تم ترحيلهم إلى إدلب. اليوم إدلب حسب إعلانات النظام، حسب تصريحات الإيرانيين وحسب الروس الذين أخبروا أهل حوران لا ترحلوا إلى إدلب لأن إدلب موعدها الشهر التاسع. أيضا تصريحات الإيرانيين من أن إدلب هي ما بعد حوران، وبالتالي اليوم هناك خطورة شديدة. تركيا قالت من أن هناك تهديد لكل الاتفاقيات التي عقدتها تركيا مع موسكو في الآستانة إذا ما كان هجوم على إدلب. اليوم الناطق باسم الدولة التركية إبراهيم كالان قال من أنه يمنع أو أن تركيا لن تسمح بأي تهديد للاتفاقات وللتوافقات التي تمت في الآستانة، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يكون ضمان كافي، وبالتالي فصائل إدلب تستعد لأي عمل عسكري يمكن أن تقوم به ميليشيات إيران وحزب الله والنظام في إدلب. هي تقوم بإنشاء الوحدات العسكرية أو مقرات العمليات وتستعد للاحتمال الأسوأ وهو الهجوم على إدلب. شكرا جزيلا لك من إسطنبول المحلل العسكري العميد أحمد.